كيس سباجيتي الغزال، وعايزين بصلة، 2 فص ثوم، عايزين فلفل أحمر وأخضر وأصفر مشوي، وعايزين تقريبا 1 كوباية من الطماطم التشيري، عايزين تقريبا 1/4 كوباية صلصة طماطم، 1 مكعب مرق، 2 كوب مشروم، 4 معالق كبيرة زيت زيتون، 1 كوب ريحان، جبنة بارميجان للوش، وملح وفلفل. تمام؟ حلو. طيب دلوقتي أنا بس هطلب منك إيه؟ لو الشاري توميتو مش عايزين تستعملوها، بنقدر نستعمل العلب بتاعة الطماطم المعلبة، أو بنجيب طماطماية، أو بنجيب طماطماية وبنحطها في مية مغلية وبنقشرها وبنشيل منها البذر وبنقطعها صغير. بس أنا بحب الشاري توميتو أكتر لأن فيها حتة سكر كده، حتة سكر حلوة. فأنا هطلب منك دلوقتي تعملي إيه؟ بصي عندك 3 حاجات تعمليها. أول حاجة الفلفل شويته، حطيته في الفرن، شويته زي ما بنشوي البتنجان، بس طلع من الفرن حطيته على طول في كيس وهو سخن وقفلت عليه عشان البخار شوية يفصل لي القشرة بتاعة الفلفل، فبيبقى أسهل كتير إن سيما تقشره. سيما هتقشره دلوقتي وتقطعه لنا شرايح. تفضلي يا سيما. أوكي. وانا هحط الحاجه بقى على النار. عندنا زيت زيتون، ولو تحبوا تضيفوا معاها شويه زبده بتبقى احلى. ادي زيت الزيتون، وبرضو هحط حته زبده عشان طعامه اكتر. ندسمها يعني معلقه صغيره ما بتعملش حاجه. هحط طبعا اول عندي الريحان هنا، انا قطفته من العود. طيب هناخد البصل هحطه هنا، ومعاه الثوم. تمام. وهنقلبهم شويه بس لغايه الوصفه دي ما فيهاش اي لحوم. نشوف ايه اللي حصل هنا في البصل. لا ايش بدك يا مربعات يعني اي حاجه، شرايح طويله هيبقى كويس. هاخد انا المشروم عشان نبتدي نحطه. طيب دلوقتي احنا اوكي ممتاز. بس دي وصفه سريعه اصلها ما بت والريحه كتير حلوه. وهي زي ما قلت لك الحلو فيها انها كلها في نفس الحله، في نفس الطنجره. خلاص انا دلوقتي احنا حطينا المشروم، هنحط الفلفل اللي عملته لنا سيما على ما تقطع لنا سيما الشاري توميتو. يسلموا ايديك. طيب عايزين نقطع بس الطماطم لو سمحتي، بس من النص كده. معالي قطيشات صباح الفل دنيا الوقفي، صديقتي الجميله من اربد، ندى العمر وفداء الطاهر واسامه بسام وشمس قسميه واميره بكلمتي ومنى الدباس ومحمد الغول. طيب وصلنا لفين؟ خلاص كفي. لا تمام. انا بساعدك، ايه رايك؟ طيب هناخدهم بقى دلوقتي، عايزين احنا بعد ما تقطعيهم نحطهم هنا علشان ايه؟ على طول نروح حاطين عليهم الصلصه. خلاص يمكن كفايه. تمام خلاص كفايه كده. كفايه. هناخد دلوقتي الصلصه. مكعب المرق. ومكعب المرق. وهنحط طبعا شويه ملح وفلفل. معلقه. كم جبت لك؟ تسلمي. هنحط بقى الصلصة دلوقتي، مش هحط صلصة كتير،
يعني يعني لون. بس كل ما حد عايزها اغمق بيزود من عيار الصلصه يعني. حسب حسب الغمقان اللي هم بيحبوه في الصلصه يعني. هاخد دلوقتي الميه المغليه اللي عندنا وهحطها كلها هنا، شايفه؟ لان هي الميه دي اللي هتستوي فيها المكرون. انا كاني بقى دلوقتي حسلق المكرون. ايوه، حط لها شويه ملح. خلاص دلوقتي بس تغلي المكرونه عندنا، هروح على طول هتغلي الميه، بروح على طول منزله المكرونه. استنى بس دقيقه كده، بس دقيقه عشان انا عايزاها تغلي وتبقبق، مش عايزه يعني مش عايزين نحطها قبل ما تبقبق مظبوط علشان خاطر ما تعجنش مننا المكرونه. صح، خلاص اهي غليت. طيب دلوقتي غليت، هناخد المكرونه زي ما هي. بصي احلى، زي ما هي هاخدها واحطها كده. ولا بتنزل شوية. دلوقتي هتبتدي تنزل وانا معاها علشان خاطر نقلبها لغايه ما تبتدي تطرى، بروح موطيه النار ومغطيه عليها كاني بطبخ رز. ممتاز. بس كل كده دقيقتين قلبيها، لان طبعا فيها نشا كتير ما تعجن. بالظبط، شايفه ازاي ابتدت تنزل؟ دلوقتي هنبتدي بقى ايه، نقلبها تنزل كلها، شايفه؟ ولا بتعجن ولا حاجه طالما ان احنا شغالين صح. يعني مش هحطها كده واروح سايباها وماشيه، هتعجن طبعا، هتطلع لي هيك لو مين مكان النوع هتعجن. فاحنا بس نعملها مظبوط وهي هتطلع معانا ممتازه. بس نقعد كده نفرقهم شويه لغايه ما احس انها طريت خالص كلها وبعدت عن بعضها وهي مستويه، بروح ساعتها ايه، موطيه النار ومغطيه على الطنجره بتاعتنا. دلوقتي هقلب بس تقليبتين قدامكم كده، شكلنا مش هنعوز ميه تاني اهي. شايفين ازاي؟ ابدا ولا بتعجن ولا اي حاجه، بس عايزه كل شويه تقليب اهي. شايفين؟ ممتازه. المكرونه جاهزه، بس انا هحط لها شويه جبنه بارميجان بتكون اذكى. اللعبه بتاعتي دي، انا بحب اللعب يعني حتى المطبخ دي بالنسبه لي هي لعبي، لعب الاطفال، انا دول اللعب بتوعي. خلاص، فهنحط شويه جبنه لان طبعا لازم تبقى طازه.